وصفتنا النهارده هي كرات اللحم بالبطاطس على طريقه ايكيا او كما تسمى سويدش ميد بولز. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا واقتصاديه وطعمها ولا غلطه. مش هطول عليكم اكتر من كده، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، واللي بيتابعنا على اليوتيوب من فضلك اعمل سبسكرايب. يلا بينا نبدا ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. عندي بطاطس هسلقها في ميه عادي لحد ما تتسلق سلق كامل. بالنسبه بقى للكفته فانا هعمل كميه، فحطيت معلقتين من السمنه ومعلقتين كبار كده من الزيت، ونزلت ببصلتين. المفروض نص كيلو اللحمه المفرومه بياخد بصله متوسطه، بس انا عامله كميه عشان محتاجاها في وصفات تانية. هندبلها كده مع بعض، وبعدين هناخد الكمية اللي احنا محتاجينها اللي هي زي بصلة صغيرة كده، هنسيبها لما تبرد تماما، وبعدين هنضيف على اللحمة ونضيف عليها ملح وفلفل وبابريكا وبيضة، وهنبدأ نعجن كده. وهننزل بقى بالبقسماط بشكل تدريجي، معلقة أو معلقتين، لحد ما تبطل تلزق معانا. وبس كده يا حلوين هنبدأ نكورها، لأن هي بتتقدم متكورة. هنحطها بس في التلاجة تتشمع كده أو في الفريزر 5 دقايق، وهنبدأ نشتغل فيها على طول. عندي بقى معلقة من السمنة البلدي، احطها في طاسة كده تكون سخنة، وهبدأ أنزل بكرات اللحمة دي لحد ما تتشوح وتستوي سوا كامل. النار اول ما بنزل بتكون عاليه، وبعد كده بهدي النار، ودايما اخد بالي من اني ما احطش كميه كبيره في الطاسه مره واحده، علشان مش عايزه الكفته تنزل الميه بتاعتها. واتاكد تماما ان هي استوت، يعني بقلبها كده واحده واحده والنار متوسطه لحد ما اتاكد ان هي استوت تماما، لان هي مش هتستوي في مكان تاني. لو ما استوتش في المرحله دي مش هتستوي في حاجه تانية. بتاخد بقى لون حلو كده من جميع الاتجاهات، وبيبقى شكلها خطير وريحتها اخطر. يا جماعه نطلعها بقى في طبق خارجي كده علشان هنكمل بقية الوصفة في نفس الطاسة بتاعت الكفتة. الدهون اللي نزلت دي مع معلقة السمنة البلدي اللي انا كنت حطاها، هبدأ بقى انزل عليهم بمعلقتين من الدقيق، وهقلب كويس. وخلوا بالكم لو النار سخنة ارفعوا الطاسة كده علشان الدقيق ما يتحرقش، انا عايزاه يستوي بس ما يتحرقش. وبعد كده هنزل عليه بكوباية كبيرة من اللبن. هو المفروض بيحطوا كريمة، بس صدقوني لو عملتوها برضو بالحليب باللبن هتبقى حلوة جدا. بنحط كوباية من اللبن، وهنحط كوباية من شوربة اللحمة. لو مفيش شوربة لحمة اعملوا زي ما انا عملت كده، كوباية مية مغلية عليها مكعب مرقة لحمة، وبنضيفها كمان وبنقلب كده لحد ما نوصل للقوام اللي هو التقيل. بنملح بقى بشوية كده، نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من المستردة، ومعلقة من الصويا صوص. والصوص لازم يبقى لونه بني كده، هو مش بشاميل، طعمه مختلف خالص عن البشاميل. وخلوا قوامه ما يكونش تقيل ولا خفيف، يعني يكون قوامه متوسط كده، علشان هنزل الكفتة فيه تاخد غلوة كده معاه، فيعني ما ينفعش يكون تقيل. تمام، الكفتة بقى عندي زي ما قلت لكم مستوية تماما. هنزل بقى بيها هنا في المرحلة دي برضو النار متوسطة، لحد بس ما يتبقبق كده مع بعضيها وياخدوا يدوا بشكل ودي مع بعض. وبس مجرد ما بشوف البقبقة دي كده خلاص هي اوريدي مستوية، فبطفي عليها النار. ممكن احط بقى رشة بقدونس، او اكتفي برشة البقدونس في الاخر في التزيين. البطاطس بقى فاكرينها اللي كانت استوت، بحط عليها معلقتين من الزبدة، وببدأ املحها بقى بنص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود. عندي بقى حليب سخن بنزل بيه كده بشكل تدريجي، وبهرسها وهي سخنة علشان الزبدة تدوب، علشان هي بتبقى سهلة جدا وهي سخنة ان هي تتهرس. دي هرست البطاطس وانا بنزل بالحليب اهو بشكل تدريجي. استخدمت تقريبا الكوباية دي كاملة ونص كمان، لحد ما بوصل للقوام الكريمي التحفة ده. لو عندكم كريمة ممكن تحطوا كريمة، بس انا حبيتها النهاردة تكون اقتصادية والمكونات تكون موجودة في كل بيت، فهي برضو بالحليب والزبدة كانت تحفة ونفس طعم اللي بالكريمة. شفتوا القوام حلو ازاي؟ الوصفة خطيرة وسهلة وما بتاخدش وقت ومش تقليدية، والأولاد والكبار هيحبوها، مش عايزة أوصف لكم. قدمتها بقى في طبق كده، عملت كده زي تجويف في النص ومن البطاطس، وبعدين بدأت أنزل بالكفتة عليه. لازم تتاكل وهي سخنة، طعمها وهي سخنة حاجة تانية. وبتتاكل عادي بقى، ممكن تعملوها جنب رز أبيض، ممكن تعملوها جنب البطاطس. هي كمان بيقدموها مع مربى، بس أنا محبتش الميكس قوي. بحط كده بقى رشة من البقدونس للتزيين. ما هذا الجمال يا ريتان، شايفين الجمال؟ حلوة يا جماعة حلوة، جربوها صدقوني هتدمنوها. حلوة جدا واقتصادية وما اخدتش مننا وقت، والكمية دي اقل من نص كيلو لحمة كمان. الصورة بتتكلم عن نفسها يا جماعة، وهتحسوا في الوقت ده ان انتوا بروفيشنال بتعملوا اكل المطاعم فعلا في البيت بالطعم والشكل والجودة. مش عايزة اوصف لكم قد ايه البطاطس كريمي وطعمها حلو ومنكهة جدا، والكفتة خطيرة وطرية ومن جوه جوسي، يعني هي مش ناشفة وفي نفس الوقت مستوية وطعمها خطير يا جماعة. بس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.